في هذا الفيديو سنلقي نظرة عميقة على التحولات الكبرى التي يخضع لها ملعب طنجة الكبير. من البناء وحتى الانتهاء سنرافقكم في رحلة استثنائية داخل هذا المشروع الهائل. في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم كأس العالم 2030 السيد فوزي لقجع، احتضن مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعاً موسعاً بحضور والي الجهة وكبار المسؤولين ورؤساء المصالح الخارجية، خصص لتدارس تقدم استعدادات مدينة طنجة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. يأتي هذا الاجتماع من أجل حث جميع المتدخلين على مضاعفة الجهود واعتماد التنسيق الأفقي من أجل إنجاح تنظيم كأس العالم على مستوى عروس الشمال مدينة طنجة، هذه الأخيرة المرشحة بقوة لاحتضان عدد من مباريات كأس العالم على غرار مدن فاس وأكادير والدار البيضاء والرباط ومراكش. كما يأتي هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم المشاريع العملاقة التي تشهدها مدينة طنجة من فتح طرق جديدة وتهيئة البنية التحتية وبناء الفنادق وتوسعة خطوط السكك الحديدية وتوسعة مطار ابن بطوطة وتحويل ملعب طنجة إلى ملعب عالمي. وفي هذا السياق انتهت بشكل كامل أشغال إنجاز مدرجات جديدة يصل عددها إلى 15,000 مقعد داخل ملعب طنجة الكبير بعد أشهر قليلة على بدء هذه الأشغال التي تواصلت لأيام وليال بوتيرة سريعة وحققت نسبة إنجاز عالية. انطلقت عملية تركيب مدرجات جديدة داخل ملعب طنجة الكبير مباشرة عقب الانتهاء من زيادة طابق دائري جديد باستعمال الخرسانة من طرف الشركة الخاصة المكلفة بهذه الأشغال التي تطلبت دقة وهندسة عالية كما هو متعارف عليه دوليا. وضع التصميم الجديد للمدرجات التي تمت إضافتها إلى مكان حلبة ألعاب القوى والقريبة من أرضية الملعب بتقنيات حديثة مواكبة لما هو متواجد بأكبر الملاعب العالمية. هذه التصاميم أنجزت من قبل أطر وعمال ومهندسين مغاربة، وستكون بعد الانتهاء منها من أجمل أماكن ومقاعد الجمهور المتواجدة بقرب أرضية الملعب على الصعيد الإفريقي. من شأن تركيب هذه المدرجات الجديدة التي روعت فيها كل الجوانب التقنية المتعلقة بسلامة وأمن الجمهور واللاعبين وكل المتواجدين بأرضية الملعب أثناء المباريات، ناهيك عن كونها مواكبة لعمليات المراقبة من قبل عناصر الأمن ومسؤولي الحراسة المتواجدين بالقرب من الجمهور، أن تمنح ملعب طنجة مكانة متقدمة ضمن الملاعب العالمية الحديثة. ويرتقب أن ترفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى ما يفوق 80,000 مقعد. انطلقت أشغال أخرى بالملعب، همت هذه المرة عمليات تركيب سقف الملعب عبر وضع أساسات متينة وتصميم خاص لتغطية الملعب الكبير لمدينة طنجة، حيث يشرف على هذه العملية التي وصفت بالدقيقة تقنيون ومهندسون مغاربة سيقومون بوضع أساسات في 4 مناطق داخل الملعب في الجوانب التي تنطلق منها عملية تركيب السقف الحديدي الذي سيغطي حوالي 90% من الملعب الكبير. سيوفر السقف الذي سيغطي ملعب طنجة الكبير المزيد من الظل للمدرجات والملعب، ويسمح في الوقت نفسه بدخول ما يكفي من ضوء الشمس لنمو العشب الطبيعي بأرضية الملعب، حيث أن هذه العملية العملاقة والدقيقة ستتواصل على مدار أزيد من 4 أشهر بعد الانتهاء من وضع الأساسات الحديدية العملاقة والتصميمات الخاصة. جرى تصنيع المكونات الرئيسية للسقف الرئيسي لملعب طنجة الكبير في إحدى البلدان الآسيوية والأوروبية، حيث سيتم استخدام طبقة خاصة بمساحة تبلغ أزيد من 20,000 متر مربع مصنوعة من مادتين لتلبية المتطلبات الخاصة بأشعة الشمس فوق الملاعب. سيتم أيضا إضافة مرافق أخرى بمحيط وأرضية الملعب، وجميعها تستوفي شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومن بينها أرضية جديدة سيتم وضعها في الأسابيع المقبلة.